وأما الآن مشاهدينا الكرام فمع أخبار طقس الغد أحوال الجوية نتابعها مع دينا فكري، تفضلي دينا. شكرا لك إيمان وأميمة، وأخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء. هذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 29-14، الإسكندرية 26-13، مطروح 27-14، بورسعيد 23-12، الإسماعيلية 29-14، ونتحول إلى السويس 29-14، العريش 22-12، طابة 27-14، شرم الشيخ 30-17، الغردقة 30-17، إلى الأقصر 33-15، أسوان 35-16، الوادي الجديد 32-15، شلاتين 30-15، وحلايب 26-18. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.